مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى جولة جديدة من برنامج صحافة المساء، نستعرض فيها أبرز ما أوردته الصحف المحلية والعربية والعالمية عن اليمن. البداية من موقع المهرية نت الذي سلط الضوء على تنظيم مظاهرة للمئات في محافظة أبين تأييدا للوحدة والحكومة الشرعية ورفضا لمشاريع الانفصال والتقسيم. يقول الموقع إن المظاهرة الحاشدة في مدينة لودر بمحافظة أبين رفعت فيها لافتات العلم الوطني للجمهورية اليمنية وصور للرئيس عبد الرب منصور هادي، ويضيف أن هذه المظاهرة شاركت فيها أعداد كبيرة في حدث غير مسبوق في تاريخ المحافظة منذ سنوات. موقع الخبر بوست أورد تقريرا لصحيفة ميدل إيست آي البريطانية، إذ تقول إن الإمارات تنفق أموالا لشراء ولاءات في تعز المحاصرة لمصلحة طارق صالح، مستغلة فقر أهل المدينة وعوزهم. وتشير الصحيفة إلى أن طارق صالح مسؤول بحسب اليمنيين عن قتل المئات ولا سيما في تعز المنكوبة، ويمثل امتدادا للنظام الذي قامت ضده ثورة، ولكن رغم كل ذلك فقد قدمت السعودية والإمارات دعما كبيرا له بعد مقتل صالح. وتضيف أن قوات طارق صالح باتت تنتشر بشكل متزايد حول تعز مع تقديمها رواتب مرتفعة لجذب أهالي المدينة من الأموال الإماراتية، وقد أدى التنافس المتزايد بينها وبين قوى سياسية إلى استقطاب وصراع بين أطراف كانت تحارب جنبا إلى جنب سابقا. ولفتت إلى أن رواتب مقاتلي قوات المقاومة الوطنية تبلغ 10 أضعاف رواتب عناصر الجيش الوطني، وهو ما دفع الآلاف ممن كانوا يقاتلون دعما للرئيس عبد الرب منصور هادي رفقة أهاليهم للانضمام إلى طارق صالح. ركز موقع يمن دايز على تصريحات عضو مجلس النواب اليمني علي المعمري الذي دان الاعتداء على المسيرة السلمية التي خرجت بمديرية المواسط بريف جنوب محافظة تعز. يقول المعمري أنه لا يوجد تعبير أبلغ من الأسف لما تم مشاهدته بمديرية المواسط من قمع واستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين الذين أرادوا التعبير عن رأيهم ونشروا مسبقا أهداف مسيرتهم. وأشار إلى أن اللجوء للقوة في مواجهة الأنشطة المدنية السلمية فعل مدان ومستهجن، مضيفا بأنه لا يوجد أحد في تعز يرتضي رؤية هذه المشاهد في مدينة دفعت ضريبة مضاعفة نيابة عن كل اليمن للخلاص من ماضي الاستبداد والقمع واحتقار الجماهير والاستهتار بأرواح المدنيين. وفقا للموقع فقد اعترض مسلحون موالون للإمارات مسيرة سلمية نظمها أبناء مديريتي المعافر والمواسط وأطلقوا النار عليها، ما أدى إلى سقوط 7 جرحى. بعيدا عن الأخبار السياسية والعسكرية، فقد طالعنا موقع المشاهد نت بتقرير عن ارتفاع أسعار الأضاحي في اليمن بسبب قرب عيد الأضحى. يقول الموقع بأن الناس يشتكون من ارتفاع أسعار الأضاحي بشكل جنوني، بحيث لا يستطيع الموظفون الحكوميون شراءها نظرا لمحدودية دخلهم، ناهيك عن من فقدوا مصادر دخلهم أو من تقطعت بهم السبل دون الحصول على وظائف وأعمال. ووفقا للموقع فإن المواطن في اليمن يحتاج قرابة 80,000 ريال يمني للحصول على أضحية مسنة تجزئ كذبيحة للعيد، وهذا المبلغ الذي هو متوسط لسعر الضأن أو سواه، إذ يوازي أكثر من راتب لموظف حكومي. وفي تصريح للموقع يقول محمد سعيد وهو معلم إن راتبه الحكومي لا يكفي لشراء أضحية مسنة لذبحها في العيد، وهذا الراتب ذاته الذي لا يكفي أصلا لتلبية متطلبات البيت. وبحسب مراقبين فإنهم يرون أن سبب هذا الغلاء هو قلة العرض في الأسواق خلال السنوات الأخيرة، خصوصا بعد توقف استيراد المواشي بشكل كبير من القرن الأفريقي كنتاج للوضع الذي تشهده البلاد. نقل الموقع بوست تقريرا كشفه مركز السياسة العالمية عن استخدام السعودية للحرب في اليمن إلى جانب تنظيم الدولة الإسلامية داعش كمبرر لسياساتها التوسعية. وبحسب التقرير فقد تغير تنظيم الدولة
في اليمن خلال العامين الماضيين من كونه مجرد فرع للحركة الجهادية إلى كيان يشبه الوكيل أو الأداة في صراع السعودية والإمارات في اليمن. ووفقا للتقرير فإنه يجب أن تكون الولايات المتحدة وحلفاؤها حذرين من أخذ المطالبات التي قدمتها الجماعة في ظاهرها، ويجب أن تراقب السعودية وشركائها اليمنيين الذين يستفيدون من وجود جهات جهادية مثل داعش. صحيفة العربي الجديد أوردت تقريرا عن أن الإمارات تخطط لتدمير عملة اليمن التي تعاني أصلا بسبب الحرب منذ 5 سنوات. تقول الصحيفة إن خطط الإمارات تركزت لتنفيذ أهدافها الخاصة في اليمن التي شاركت السعودية لأجلها في التحالف على النيل من الرموز السيادية في اليمن ليسهل العبث بها والسيطرة على أهم مواقع اليمن الاقتصادية والجغرافية. وتضيف بأن العملة كانت في طليعة هذه الرموز المستهدفة بتنفيذ أول خطوة في هذا الجانب في سبتمبر 2016 بالضغط على الحكومة اليمنية لتتخذ قراراً أثار جدلاً واسعاً بنقل البنك المركزي اليمني الذي كان يعمل بقدر ما هو متاح بحيادية من صنعاء إلى عدن التي اتخذتها عاصمة مؤقتة. ووفقاً للصحيفة فقد تدحرجت كرة النار المتمثلة بانهيار الريال اليمني ضمن عدة مسارات نفذتها الإمارات لتدمير اليمن بالتوازي، وتمثلت بتقويض السلطات الحكومية الرسمية في كل مناطق الصراع وخصوصا المحافظات المعروفة بالمحررة. وتلفت أن هذا التفويض تضمن أيضا التحكم بكل الموارد والمواقع الاقتصادية واستيراد الوقود وغسل الأموال وتهريبها إثر نقل البنك من صنعاء إلى عدن مع نفاذ الاحتياطي من النقد الأجنبي واستخدام العملة التالفة وطبع أوراق نقدية بشكل مختلف عن العملة الوطنية اليمنية دون تغطية. تطرق موقع عربي 21 لتحذيرات السيناتور الأمريكي كريس ميرفي من اتخاذ الرئيس دونالد ترامب خطوات نحو تسليح السعودية والإمارات بطائرات مسيرة، قائلا إن ذلك يعني السماح للرياض بقتل مزيد من المدنيين في اليمن. وحذر السيناتور الأمريكي من خطورة بيع تلك الطائرات المسيرة شديدة التسليح للسعودية والإمارات، قائلا إن ذلك سيفاقم السباق على التسلح بالمنطقة وسيتسبب بمزيد من سفك الدماء اليمنيين في الحرب الطاحنة باليمن. وتابع ميرفي بأنه سيقدم تشريعا لوقف تلك المبيعات مشددا على ضرورة أن يقف الكونغرس ضد هذه الخطوة. إلى موقع المهرية نت من جديد، حيث نشر مقالا للكاتب أحمد سالم العامري عن عبث المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في سقطرى. يقول الكاتب بأنه ربما لم تلبي سلطة رمزي محروس الشرعية طموحات بعض من يدعون المثالية من الشباب والشيوخ، فقد كانوا يتطلعون إلى خدمات أكثر وعزم وحزم أكبر في ظل الواقع المرير والعجز الحاد في الموارد الذي تعانيه المحافظة. يتابع الكاتب بأن الحقيقة تقول إن الانتقالي لم يستطع في سقطرى الحفاظ على النظام الإداري والمالي والصحي والبيئي كما كان عليه في عهد محروس، فقد تعطلت مؤسسات الدولة بشكل تام والبعض منها شبه معطلة. ووفقا للكاتب فإن الجانب الأمني تسبب بتعرض المحافظة خلال الأسبوعين الماضيين لتغيير ما يربو على 20 مديرا في إدارة الأمن، وأجبر الكثير من المديرين السابقين عنوة على تسليم الإدارة ومستلزماتها، والبعض منهم سجن وتعرض للإهانات والاستخفاف والسخرية. وتابع هناك تهديدات تطال الإعلاميين والمديرين أيضا، كان آخرها ضرب أحد الموظفين المواطنين من قبل القوات الضالعية في المحطة أمام مرأى ومسمع الجميع. نهاية صحافة المساء، في أمان الله.